أما خائنة الأعين ذكر ابن عباس وغيره حينما سئلوا عن خائنة الأعين، يعني خائنة الأعين مأخوذة من الخيان الذي هي الصفة القبيحة والسيئة. قال ابن عباس: هو الرجل يكون بين القوم، ها يكون بين القوم، فتمر امرأة فيسرق نظره إليها من دون أن يشعر به من حوله، لكن الله يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس لديه ذكاء بحيث أنه يسرق النظر إلى امرأة تمر أو إلى عورة ينظر إليها ولا أحد يشعر به، لكن الله يعلمه، يرى مكانه ويبصر تصرفه ويسمع ما يقول، بل يعلم خائنة عينه وخفايا صدره سبحانه وتعالى.